12 عادة غريبة مارسها أسلافنا. إذا كنت تعتقد أن البشر كانوا أقل غرابة أطوار في الماضي مما هم عليه الآن، فكر في موضتهم وتقاليدهم، فقد تغير رأيك بعد ذلك. قمنا بجمع 12 عادة غريبة للغاية أعتقد أسلافنا أنها طبيعية، على سبيل المثال استخدام الحجارة بدلا من ورق المرحاض. لا يمكنك الانتظار لمعرفة المزيد عن ذلك، أليس كذلك؟ حسناً، لنبدأ العد التنازلي. 12. النوم الأول والثاني. مارس الأوروبيون الذين عاشوا في العصور الوسطى ما نسميه الآن النوم ثنائي الطور. بدأ النوم الأول عند غروب الشمس واستمر حتى منتصف الليل تقريباً. بعد ذلك استيقظ الناس وظلوا مستيقظين لمدة ساعتين أو 3 ساعات. استخدم البعض ذلك الوقت للصلاة أو القراءة، فيما قضى البعض الآخر وقتهم مع أسرهم أو جيرانهم. بعد ذلك حان وقت النوم الثاني الذي استمر حتى شروق الشمس. هذه الأيام هناك النوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس على حسب عدد المرات التي يبكي فيها الرضيع. 11. المنبه البشري. سيعجبك هذا الأمر، مقارع الباب هي مهنة كانت موجودة منذ منتصف القرن 18 وحتى خمسينيات القرن الماضي، وكان عمل المقارع هو إيقاظ الناس الذين اضطروا إلى الاستيقاظ مبكراً، حيث كان يقرع نوافذ زبائنه بالعصي أو يرمي البازلاء عليها. ولا يزال غير واضح من كان يوقظ المقارع، ولكن هناك رواية تقول بأن المقارع لم يذهب إلى الفراش قبل العمل إطلاقاً. في الوقت الحاضر يطلق لفظ المقارع على الأب. 10. فساتين للصبيان. من القرن 16 وحتى حوالي العام 1920 اعتاد الصبيان الصغار حتى سن معينة ارتداء الفساتين، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو ارتفاع تكلفة الملابس، حيث كانت الفساتين أسهل للارتداء للطفل أثناء نمو جسمه، ولم يتجاوز هذا التقليد الأسر المالكة. تعود هذه الصورة لأليكسي ابن الإمبراطور الروسي نيكولاس الثاني مرتدياً فستاناً ممثلاً لتلك التي ترتديها أخواته. من الواضح جداً أنه كان يحب ذلك. 9. القبقاب الضخم. القبقاب الضخم تشوبينز، والمعروف أيضاً باسم زوكولي أو بيانيل، هو نوع من أحذية القبقاب يصل طوله إلى 50 سنتيمتراً. الأمر العجيب هو أن أولئك الذين ارتدوا هذا الحذاء طلبوا مساعدة الخدم من أجل عدم الوقوع ضحية للموضة. ومن المسلم به أن ارتداء هذا القبقاب لم يجري من أجل مسايرة الموضة فحسب، بل لأنه كان يمنع اتساخ ملابس مرتديها بالطين في الشارع. وبالطبع فإنه كان مظهراً رائعاً لإلتون جون. لقد أحببت القبقاب. 8. إراقة الدم لعلاج جميع الأمراض. كان أسلوب العلاج هذا شعبياً لمدة 2000 سنة حتى أوائل القرن 20، حيث كانت تتم ممارسة إراقة الدم لعلاج أي مرض، وغالباً ما تسبب ذلك بالضرر أكثر من الفائدة، حيث كان يوهن قوى المريض أكثر. يا رجل، أعتقد أن هذا دم كاف، يبدو المريض واهن القوى. 7. قلة النظافة. في بعض بلدان العصور الوسطى اعتقد الناس أن الماء يسبب المرض للإنسان، وكان القمل يسمى لآلئ الله، وحتى الملوك آمنوا بهذه المعتقدات. افتخرت إيزابيلا الأولى من كاستال بحقيقة أنها اغتسلت مرتين فقط في حياتها، عند الولادة وقبل زفافها. ووفقاً لشهادة أحدهم، أبدأ أحد الفرسان ملاحظة في إحدى المرات حول قذارة يديها وأظافرها، فكان رد الملكة: أوه، ينبغي أن ترى قدمي. 6. صور ما بعد الوفاة. وهي إحدى العادات التي تعتبر غريبة جداً اليوم، ومع ذلك في القرن 19 كانت تعتبر وسيلة للاحتفاظ بذكرى الأحبة المتوفين. وتجري العادة بتعديل الجثة لتظهر على قيد الحياة في الصورة، حيث كانوا يجلسون في وضع طبيعي ويتم رسم عين على الجفن المغلق كما في الصورة أعلاه. لا بد وأن هذا الأمر شاع بالقرب من وقت الهالوين. 5. منتجات التجميل الإشعاعية. في أوائل القرن 20 كان ينظر إلى الإشعاع على أنه ظاهرة إيجابية على وجه الحصر، وهو ما حاول المحتالون الاستفادة منه. يمكنك شراء مستحضرات التجميل والمواد الغذائية والمشروبات المخصبة بالراديوم والثوريوم، بالإضافة إلى الهدايا التذكارية المشعة وأجهزة نقع الماء مع العناصر المشعة. ومن المؤسف أنه وقعت إصابات. كان الرياضي إيبن بايرز يشرب جرعات ضخمة من الدواء راديثور المكون من الراديوم، ما أدى إلى وفاته.
تفاعلت صحيفة وول ستريت مع هذا الحادث المحزن بمقال عنوانه نفعه ماء الراديوم إلى أن سقط فكه. ولكن كان منظره متوهجاً وصحياً. رابعاً، الهيروين علاجاً للسعال؟ من المثير للدهشة أنه قبل 100 عام كان الهيروين يعتبر بديلاً غير مؤذٍ للمورفين، وكان يباع في الصيدليات دواءً للسعال، حتى أنه كان يوصى به للأطفال. وفيما بعد تم اكتشاف تحول الهيروين إلى مورفين في الكبد، وتم منعه في العام 1924، ولكن في ألمانيا لم يتم حظره إلا في العام 1971. يومك سعيد، هل لديك دواء للسعال؟ ثالثاً، التدخين على متن الطائرة. في الآونة الأخيرة قبل 50 أو 60 عاماً لم يعتبر التدخين عادة سيئة، ولم يمنع الناس أنفسهم من هذه المتعة المشبوهة حتى في خلال الرحلات الجوية بغض النظر عن وجود الركاب الآخرين. اليوم التدخين في الطائرات ممنوع، ولكن في بعض البلدان مثل إيران لم يتم تنفيذ الحظر. ثانياً، آلات السباحة. خلافاً لنا، لم يتمكن الناس في القرنين 18 و19 من الغطس مباشرة في الماء على الشاطئ، بل كان عليهم استخدام آلات للسباحة، وهي عربات خاصة تشبه الأكواخ الشاطئية، وكانت تتم قيادة العربات إلى الماء حتى يتمكن الأشخاص من السباحة من دون عيون متطفلة تراقبهم. بالإضافة إلى ذلك، كانت توضع آلات السباحة النسائية في مسافة بعيدة قليلاً عن تلك الخاصة بالرجال. والآن سنتحدث عن العادة التي كنت أنتظرها. أولاً، الحجارة مكان ورق المرحاض. تطول قائمة الأشياء التي استخدمها الناس قبل اختراع ورق المرحاض، وتشمل أوراق النباتات وأكواز الذرة وقشور جوز الهند وأصوف الغنم والقماش لأولئك الذين كانوا يستطيعون دفع ثمنه، والإسفنج على عصا أو الماء ببساطة. ولكن الأغريق القدماء فاجأونا أكثر من غيرهم لأسباب صحية معينة. كانوا يستخدمون الحجارة أو الحصي أو قطعة من الفخار. عفوا سقراط، هل من الممكن أن تمرر لي هذه القطعة الفخارية؟ لقد نسيت كوز الذرة اليوم. ليس لدي قطعة فخارية، ولكن جرب شراب الشكران هذا، لقد سمعت أنه شديد الفاعلية. إذن ما هي الحقيقة التي أذهلتك أكثر؟ الهيروين لعلاج السعال؟ أم إراقة الدماء لعلاج الأمراض؟ شاركنا أفكارك في التعليقات. لا تنسى ضغط زر الإعجاب أسفل الفيديو ومشاركته مع أصدقائك. إذا كنت تزور قناتنا للمرة الأولى، انقر خيار الاشتراك للانضمام إلينا على الجانب المشرق من الحياة.